أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يضمن للفلسطينيين دولتهم المستقلة. وخلال مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أشار العاهل الأردني لأهمية تخطي التحديات بسرعة الممكنة، لافتا إلى ضرورة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل، ومشددا على رفض الأردن التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مجددا التأكيد على ضرورة السماح لسكان القطاع بالعودة إلى منازلهم. من جانبه، أعرب ترودو عن قلق بلاده من التهديدات المتزايدة بشأن القيام بإجراءات إضافية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بشكل مستدام وبإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. Obviously, very complicated times in the world right now. Since the war started and the work the world tried to do to bring the war to an end is quick.